صعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان لفرح ورجاء من بعد العناء وأمل من بعد يأس وكر من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لبكانا أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم من القلب للقلب. النهاردة فعلا حلقة من القلب للقلب. النهاردة هنتكلم عن أجيال بتغير العالم. هل فعلا في النهاردة في وسطينا أجيال بتغير العالم؟ ده اللي هنشوفه وهنتعرف بيه في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة هتكون مقسومة لنصين. النص الأولاني مع شاب رجل أعمال خادم ناجح الله بيستخدمه في كل أنحاء العالم وبيستخدمه في بلادنا لأن هو أصله من بلادنا وهنشوف ربنا بيعمل بيه إيه وهو مش غريب عليكم. جوني يوسف أهلا بيك جوني. أهلا، إزيك يا بيت؟ أنت منور الحلقة النهاردة ميرسي وأنت ميرسي. مش غريب. لا جيت قبل كده. جيت قبل كده وأنت ابن البيت يعني. ميرسي ميرسي. والنص التاني من الحلقة هتكون عن أجيال برضو بتغير العالم وهيكون معانا الدكتور صفوت البياضي هيكون معانا جاكلين آيزك وهيكون معانا لورين أيوب وهنشوف الأجيال إزاي بتغير العالم. جوني أنت سنك كم سنة؟ أنا 29 دلوقتي. 29 سنة رجل أعمال مظبوط خادم رجل أعمال في الريل ستيت ليك كم سنة هنا؟ بقالي في أمريكا دلوقتي 15 سنة من مصر أساساً في أمريكا 15 سنة وبعد كده آخر 7 سنين كانت في بيت الصلاة في كنزاس سيتي. يعني أنت خادم في آي هاب؟ مظبوط. خادم للشباب؟ كنت ماسك الشباب في بيت الصلاة خدمة الشباب. وأنت نموذج حي عن شاب صغير بيؤثر في العالم. أمين ميرسي. بتأثر في العالم في لو قلنا ان في 7 مؤثرات بتأثر في العالم. البيزنس واحد منهم. مظبوط. الدين واحد منهم. السياسة الحاجة التالتة. الفنون، الميديا، الأسرة، التعليم. لكن للأسف ان لسنين طويلة المسيحية افتكرت انها لازم تركز بس على الدين. وتترك كل الحاجات التانية اللي بتأثر على العالم لإبليس وأعوانه والناس اللي متمسكة بمبادئه. لكن النهاردة الكنيسة ابتدت تصحى وشعب الرب ابتدى يصحى وابتدى ربنا يعلم شعبه إن المؤثرات دي ممكن إحنا كأولاد ربنا نأثر بيها على العالم. مظبوط. إزاي أنت كشاب صغير بتأثر في البيزنس؟ كلامك مظبوط فعلا. يعني الحاجات دي كلها هي اللي بتأثر على العالم وأنا شفت ناس كتيرة دخلت في الخدمة بس رغم إن احنا محتاجين مؤمنين في كل حاجة. يعني احنا عشان نبقى نور يعني لازم نبقى في كل حاجة في المجتمع في المدارس في الحكومة في الخدمة وفي الميديا والكلام ده كله. فأنا بشكر ربنا على الكارما وإن احنا نور في الميديا للعالم كله. وأنا في ناحية البيزنس يعني كواحد مؤمن في البيزنس يعني اقدر ان انا يبقى في مش بس اشغل ناس واساعد ناس تشتغل واساعد اهالات لكن في نفس الوقت اقدر عن طريق كده ان انا اجيب فلوس لخدمه لاحتياج. فيعني في تاثير طبعا جامد جدا بيجي عن خلال المؤمنين ان هم يبقوا في حاجات مختلفه في العالم عشان احنا في العالم احنا مش من العالم لكن احنا في العالم فالمفروض نكون نور فيه مش نبعد ونتجنب العالم. وكمان المبادئ الأساسية اللي الكتاب بيعلمها لنا لما تتطبق في مجال البيزنس بتقدر تغير العالم. يعني أي واحد بيزنس مان أنا وبس أقلل من ده وأقلل من مصاريف ده وأقعد أقول لده لا أنا مش هدفعلك وأفضل أقط وأعصر في الناس وأعصرهم علشان أنا أكبر أو فلوسي في البنك تزيد.
لكن المبادئ المسيحية في البيزنس تاخد شكل تاني، أبارك عشان أتبارك. لو أنا هفضل أعصر في كل واحد وأقول لكل واحد لا أنت تنقص لي من هنا أو تنقص لي من هنا، وأمص في دم الناس الغلبانة، ده مش مبدأ إلهي، وده اللي العالم بيعمله. اديني مثل على حاجة أنت بتعملها في المجال ده. أنا عارفة إحنا مش كنا متفقين على الأسئلة دي. لا مفيش مشاكل. يعني مثل من الامثال ان انا مثلا حاجه من الحاجات اللي انا بعملها في البيزنس ان انا بشتري بيوت واوضبها، وبعد كده بنأجر البيوت او ببيع البيوت. وكذا مره الناس اللي انا بأجر لها كتير مش بيبقوا مؤمنين، فبتبقى فرصه رائعه ان لما تبقى ناس مش مؤمنه وبأجر لها وتبقى كواليتي حلوه وابقى متابعهم ويحسوا ان انا مهتم بيهم. وحصلت فعلا كذا مره ان ناس كتيره يعني مش مؤمنه في كذا بيت قالوا لي ان قد ايه اتلمسوا بالطريقه اللي انا عملتها لهم، وان انا اهتميت بيهم وما اهتمتش بس ان انا اخد فلوس بس، لكن انا اهتميت بقلوبهم وبراحتهم. فده حاجه من الحاجات. حاجه تانية برضو ان انا مثلا في 3 بيشتغلوا معايا مش مؤمنين، فلما انا ابقى زي قائد ليهم وابقى اللي متابعهم كل سنه، بعمل لهم باخدهم للكريسماس، هو عائلتهم ناكل مع بعض، تبقى فرصه ان انا اشارك معاهم عن ربنا وعن علاقتي مع ربنا، ودايما بيسمعوا عشان بيشوفوني ويبقوا عايزين يعرفوا يعني ايه اللي مخليني مختلف عن الناس تانية. فلو انا ما كنتش في البيزنس عمري ما كنت هقدر أوصل للناس اللي اوصل في للناس دي البيزنس. خالص. وكمان بيسمعوا مش بس يعني غير لما واحد يسمع حاجه مثلا في كنيسه او كده، لما يبقى اللي بيشغلهم مثل وبيوريهم محبة ربنا بتأثر فيهم بقوة أكتر بكتير من إن هم يروحوا يزوروا كنيسة أو إن هو واحد جارهم يقول لهم عن ربنا يعني. فطبعا بتعمل فرق كبير. والحاجة التانية اللي أنا لمستها وشفتها لما رحت عندك في أي هاب، إن في ناس بتبقى مش قادرة إنها تدفع الإيجار، والرياكشن بتاعك كان بيلمس قلوب ناس كتير. مظبوط. يعني الموضوع مش أنت جايبهم في بيتك عشان تسحب منهم الإيجار وتسحب منهم وتمص دمهم، لا أنت جايبهم علشان مكان راحة. مظبوط فلو مش قادرين عليها بيكون مكان راحة، مظبوط. ومش بتعاملهم بطريقة مختلفة. لا لكن في جانب تاني في البيزنس ربنا بيستخدمك فيه وهيكمل يستخدمك فيه، وده الجزء اللي هنتكلم عنه بعدين. لكن ارتباطك بآي هاب ونموك الروحي في آي هاب ووجودك في مكان انت بتكبر فيه وانت كمان بتكبر فيه، يعني مش البيزنس اللي واخد كل الوقت والمجهود والتفكير وتنام وتقوم كل اللي بتفكر فيه هعمل فلوس ازاي؟ هبيع دي بكام؟ لا طب ما انا ابيعها بطريقه اغلى، لا طب اوفر من هنا ازاي؟ طب انت بتفكر في الملكوت. مظبوط. احنا كاولاد ربنا معدين علشان نكون شركاء في الملكوت. النقطه بقى ارتباطك وحياتك الروحيه اللي بتنمو وبتاثر على غيرك في البيزنس وبتأثر على غيرك في الميديا هنا في الكارما، والحلقة اللي عملناها مع بعض وربنا استخدمك فيها بمجد غير عادي. احكي لي عن التأثير ده. يعني انا مهم قوي بالنسبه لي ان انا ابقى في الخدمه مش بس في الفلوس. يعني بصراحه لما انا ابتديت في الريال استيت بصيت على ناس 50 سنه 60 سنه، يعني اعرف كذا واحد 50 سنه 60 سنه بقى لهم 20 30 40 سنه بيشتغلوا في الريال استيت، وفي منهم ناس كتيره معاهم فلوس كتيره ومريحه، لكن انا كان جوايا يعني عايز فكره انمو. ان انا اعمل فلوس علشان ابقى مرتاح وخلاص وهي دي الحياه. يعني فين ان احنا بنتبع كلام يسوع ان احنا نبقى نور في العالم، ان احنا نغير حياة الناس، ان احنا نجيب للناس امل، وان احنا ندي مجد الرب للناس التانية، نوري مجد الرب للناس التانية. فانا كانت حاجة مهمة بالنسبة لي قوي من البداية ان انا اقدر اخش وان انا اقدر اخدم وان انا اقدر اغير حياة ناس تانية. ودي الحاجة اللي خلتني ارتبط قوي ببيت الصلاة. ويعني بصراحة وقتي في بيت الصلاة من اكتر حاجات غيرت حياتي، علشان ادتني خلت الأولوية واضحة بالنسبة لي. إيه أولوية حياتي؟ أولوية حياتي علاقتي مع ربنا، أولوية حياتي إن أنا أنمو. أنمو مع ربنا وإن أنا أبقى نمو وبركة لناس تانية، وبعد كده الماديات والحاجات التانية دي بتيجي بعد كده. فالخدمة وفي بيت الصلاة دي من الحاجات اللي ساعدتني إن أنا أعرف البرايورتيز بتاعتي وإيه الأولويات. يعني أنت كشخص جاي من مصر وباباك بيزنس مان ومامتك بيزنس وومن، لكن هم برضو بيتبعوا أساسيات البيزنس في الملكوت،
وانت دخلت بقى في اعماق جديده بقى، ودخلتهم كمان، دخلت بابا وماما معاك في اعماق جديده، انت خدت العيله في اعماق جديده لما دخلت الاي هاب. وانا يعني بابايا رغم ان هو في البيزنس قوي، لكن من اكتر حاجات انا لاحظتها من وانا صغير، ودي نقطه هنتكلم فيها بعدين، ان لما انا شفت بابايا رغم ان هو في البيزنس وتفكيره بيزنس قوي، لكن من اكرم ناس شفتها في حياتي. بابا بيحب يدي للناس المحتاجه، يحب يساعد، يحب يخدم الناس. كان عنده مصنع ملابس كبير، وكان في عمال كتير، لكن كنت بشوف من سن صغير ان هو بيدي ويهتم بالناس، مش بس بيهتم بالبيزنس بتاعه، بس بيهتم للناس وبيهتم لحواليه. وكان يروح اجتماعات كانت مهمه بالنسبه له، رغم ان يبقى بيشتغل من الساعه 9 ل 10 11 بالليل، ويروح اجتماع من 11 ل 2، بس دي كانت حاجه مهمه بالنسبه له. فده كان بالنسبه لي مثل ساعدني ان انا اعرف ايه الاولويه دي. فالسبب الكبير اللي انا خلاني في البيزنس، بس في نفس الوقت في الخدمه، ان انا شفت ازاي ان احنا كمؤمنين مفروض نبقى نور في الناحيتين، مش نختار واحده ونبعد عن الثانيه. وان شفت ازاي الناس اللي في البيزنس زي بابايا في المصنع ومامتي في المصنع، ازاي اديتهم قوة سواء مادية أو سواء اجتماعية إن توصل للناس أكتر. وهو ده السر. إيه رأيك نشوف كليب بيتكلم عن إيه هو بيت الصلاة، وإيه حياتنا في بيت الصلاة، والصلاة إيه في حياتنا؟ تعالوا نطلع ونشوف الكليب ده، ونرجع مرة تانية مع جوني يوسف. He's coming. Church. God has raised up night and day prayer movements throughout the earth. Communities of those abandoned to the King and the cause of His kingdom. Holy revolutionaries who set their face against the spirit of the age. Cities set on a hill, flaming torches in a dark world. Elijah companies given to their God. Prayer warriors crying out day and night. In this last generation, the Lord is again raising up another worldwide incense movement. Communities of holy revolutionaries crying out to Him day and night. Right now, the Holy Spirit is moving all over the earth, raising up a prayer movement in such numbers, it's historic. I mean, it is in itself a sign of the time. And this movement will continue to spread across cities, villages, and nations of the earth. It's like nothing I've ever experienced before. He's gathering thousands of young people in places all over the earth. The Lord made it clear that He is going to change the understanding and expression of Christianity in one generation. I can't even really articulate what it feels like to me, but it's something I connect with hour after hour in that prayer room as I go over the scriptures and realizing these scriptures are talking about us and what we're going to see come to pass through our prayer. The Lord is raising up singers, musicians, proclaimers of His coming in this hour. There is something about the song that tenderizes the hearts of men, that unifies the body in word and spirit and in heart, and it is clearly in the Word of God a sign of the times. And that is why I count it a privilege and a joy to do what I do. That is why I'm here, to stand before Him, to minister to Him, but to also prepare the earth through song for His coming. One of the main purposes of the prayer room is, of course, to worship the Lord and behold His presence. But the second one is we're contending, we're asking for breakthrough. One of the practical ways that we give expression to that in the IHOP Missions Base is we have healing teams, prophecy teams, evangelistic teams, feeding the poor. We have all manner of ministries where we get to walk out today with a measure of breakthrough while we're contending for the big breakthrough. I think that the church across the globe is to incline their ear to hear what the Spirit is saying. And one of the primary things that He is saying is, my house will be called a house of prayer. The church finding her identity as being a place of prayer. He's raising up prayer movements all across the earth, and He's gathering people of like heart and like mind. And even at IHOP, we're answering that call.
And in the place of prayer and fasting, he's forging forerunner messengers who are getting the revelation of this. Jesus is a great king. He's coming soon, and the earth needs to get ready. نشكر ربنا قد ايه على الاي هاب وعلى بيت الصلاه اللي انتشر في كل العالم النهارده. وعلى فكره في باسادينا هنا في كاليفورنيا في الباي هاب جزء او برانش من الاي هاب، والناس بتروح وبتتبارك فيه قوي. وانا عارفه ان في مؤتمر جاي في الاسابيع الجايه هيكون في اي هاب، لو تقول لنا عنه. في بيوت صلاه بالنقطه دي، في بيوت صلاه كتيره في كل حته في امريكا. فانا اشجع يعني اي حد ان شوف اقرب بيت صلاه ليك وروح. يعني فكره ان احنا نروح ونقعد في فتره صلاه مع ربنا، وان احنا نتعود ان احنا نعيش حياه مش بس خدمه وجري ووعظ، لكن برضو وقت صلاه ووقت ان احنا نسمع علاقه وصوت الرب، دي قوه. فانا اشجع اي حد ان يشوف بيوت صلاه في المنطقه بتاعتهم. وانا رحت باي هاب البكاية، كان رائع جدا. وكل سنه اي هاب انترناشونال سبير بيت صلاه في كنزاس سيتي بيعمل مؤتمر وان ثينج. مؤتمر وان ثينج هيبقى من 28 ديسمبر ل 31 ديسمبر، فهيجي قريب. اشجع اي حد لو عنده فرصه انه يروح مؤتمر ده غير حياتي. السنه دي كمان متوقعين حوالي 25,000 واحد هيجوا. بونكا هيجي يتكلم، وناس كتيره رائعه هتبقى موجوده. والمؤتمر الديتيلز على السايت ihopkc.org. ولو ما تقدروش تروحوا على الاقل حاولوا تبصوا عليه على الانترنت، تقدروا تبصوا على الانترنت. لكن اشجع اي حد لو في فرصه تروحوا. انا رحت وانا في الجامعه واثر على حياتي بطريقه رهيبه يعني. فاشجع كمان الابهات والامهات ان تحطوا اولويه لحاجات زي دي. لو عايزين تحطوا بذور دلوقتي في الاولاد ان هم يبقى عندهم اهميه لحياتهم للصلاه للصوم للعلاقه مع ربنا، ان انتوا تحاولوا ان انتوا تحطوا حاجات زي دي في حياتهم. امين. احنا معانا تليفون من مريم. اهلا بيكي مريم. هلو. هلو، ايوه معاك يا اخت ايفت. اهلا بيكي مريم، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ نشكر ربنا، انت عامله ايه؟ نشكر رب كتير. ازيك؟ ازي جوني. هاي جوني، ازيك؟ هاي، ازيك؟ ازيك، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا عارفه مريم ان ربنا استخدم حاجات كتير في حياتك، ومنها الاي هاب. يا ده حقيقي، وده كان من خلال حقيقي حلقات المراه الفاضله. اتعرفت على الاي هاب من خلال البرنامج المراه الفاضله، اتفرجت على الثلاث حلقات والحقيقي انجذبت جدا للمكان، وحسيت من غير ما ازور ولا حاجه بس حسيت حاجه بتشدني ليه بشكل غير عادي. ابتديت كان في وقت يمكن هشارك بكذا حاجه من خلال حلقات يعني حصلت معايا من خلال حلقات البرنامج المراه الفاضله او من القلب للقلب. بالنسبه للاي هاب كان في وقت نادر جوزي كان محتاج يكون وحده شويه، كان ضغوط شغله وحاجات كتير، فمش عارفه الرب حط على قلبي اقول له طب يا نادر انا لسه سامع عن مكان حلو قوي اسمه الاي هاب في حلقات الاخت ايفيت في المراه الفاضله، والمكان شكله مشجع جدا وتقدر تروح تاخد خلوه فيه. وفعلا تشجع وراح وقضى وقت حوالي 5 ايام الاسبوع. الحقيقه ال5 ايام دول كانوا فارقين قوي في حياته. كان ربنا احلى حاجه حصلت معايا طبعا ربنا اداله اختبار ملء الروح القدس هناك. كان قعد الحقيقه وقت حلو قوي قدام ربنا، كان في وقت في كلمات نبويه انبياء من اللي ربنا بيستخدمهم هناك في المكان اتقالت على حياته وعلى خدمته. الحقيقه كان راجع حقيقي وشه كان متغير، انا بصيت له قلت له ايه ده، ايه اللي حصل يعني، كان الوش متغير، كان النور طالع من ملامحه يعني. فحقيقي انا بشكر ربنا من اجل المكان ده قوي. حاجة تانية حصلت معانا بالنسبة لاي هاب، ان في نفس الوقت اللي نادر كان فيه انا كنت عايزة ابقى معاه بالروح هناك، فكنت بشغل الخدمة لايف كده بتاعت الاي هاب. اللي حصل ان روح الله ملى المكان حواليا ومجد الله ملى المكان، وابتدى ربنا يكلمني ان انتوا هتكون في نقله، وهيكون نقله مكانيه ليكوا كاسره، وهتكونوا بتطلعوا على جبل صلاة. فانا ابتديت اقول يا رب ايه الكلام ده، وابتدى ياكدوا من خلال ايات كتيره قوي ورا بعض. ابتديت اقول يا رب فين جبل الصلاة ده، ابتدى يحط قدامي الاي هاب. واو. وانا يعني كان روح الله يعني طاغي على الجو، وانا قاعده لوحدي في اوضتي وبيقول لي، لدرجه ابتديت ابكي دموع كتيره، وانا حاسه ان هو الكلام موجه ليا بشكل غير عادي. انا ما روحتش المكان
ويمكن احنا كسيدات بنحب نرتاح اكتر لما نشوف حاجه بعينينا ونلمسها ونقول اه مرتاحين ليها او لا. بالظبط. لكن لما روح الله بيتكلم بيكون الوضع حاجه تاني خالص، بيكون الواحد منساق بروح الله وبيكون حاسس براحه وسلام. نشكر ربنا، نشكر ربنا، نشكر الرب. الحاجة الثانية فعلا هنكون معاكم يا جوني في المؤتمر الوان ثينج ده هيكون أول مؤتمر لينا. أشكر الرب إن قدرنا نحجز طب أنا مبسوط قوي. إجازة إحنا والولاد في الكريسماس فاكيشن، متوقعين مجد الرب على أسرتنا كأسرة وعلى كل الحاضرين بشكل غير عادي، وهيستعلم حضور الله في المكان. أمين. أمين أمين تمام أمين. مش عارفه يعني هل لسه في وقت ممكن اشارك بحاجه تاني اخت ايفت؟ ممكن نص دقيقه. نص دقيقه اوكي. الحقيقه بشكر الرب من اجل حضرتك، من اجل قناه الكارما، من اجل البرامج اللي بتتقدم في قناه الكارما. وبالذات من اجل برنامج المرأة الفاضله اللي اثر فيا انا شخصيا. من الحلقات اللي كانت بتاثر على حياتي بشكل غير عادي الحلقات الثلاثه اللي حضرتك عملتيهم مع الاخت نهى. الكلام مش عارفة أوصف لك مدى انجذابي للحلقات، مش قادرة أحكي قد إيه كنت بقعد أشغل الحلقات وحلقة من ورا حلقة وابتدي أعيدهم تاني، لدرجة حتى نادر كان بيقولي في إيه أنت ما بتقوميش من قدام الحلقات دي. كان في روح الله كان جاذبني بشكل غير عادي، وابتدت تجيلي حالة من الغيرة الروحية إن أنا عندي غيرة روحية. يا رب ما هو أنت إله، زي ما كانت نوها بتقول يا رب أنت إله بني أنت إلهي أنا كمان. ابتديت أقول له وأطلبه، ما هو أنت إله نوها وإله بني، أنت كمان إله مريم، أنا بنتك زيهم وأنت إلهي وأبويا وحبيبي. أنا عايزة أدوق اللي هم دقوه، أنا عايزة أحس اللي هم حسوا، أنا عايزة أعرفك بطريقة مختلفة يا رب. أمين أمين. لغاية ما في وقت فعلا من كتر الصلاة اللي كنت بصليه كنت بقعد قدام ربنا وقت كبير قوي أقفل على نفسي وببكى يعني فعلا بصراع غير عادي. أنا حاسة إن في أمر، أنا خدت اختبار الروح القدس، بس في أمر لسه أنا حاجة محتاجة أعرفها أكتر أو أعرف الرب بشكل أعمق أكتر. ابتدى في يوم كنت بدور الحقيقه كمان على حلقات صباح الخير يا روح الله اللي بصوت الاخت عرفه اللي كانت بتحكي عليها انها ما كنتش لاقياها، لغايه الرب ما ارشدني ولقيتها لايك على جوجل. ابتديت اسمعها، ابتديت احس بحضور الله غير عادي في البيت. برضو الخمس اجزاء ورا بعضه ونخلص ورا بعضه نشغلهم تاني، مجد الله ملا البيت. وخدت اختبار ملء من نوع جديد في يوم. هللويا. ان كان كنت بصلي قبل الاختبار ده بيوم بقول له يا رب تعالى برعش في كل عظامي روحك يملا كل كياني، انا محتاجه يا رب اختبرك، انا محتاج فعلا تدخل الى اعماق اعماقي. وفوجئت ان الرب كان سريع جدا الاستجابه في الوقت ده. جالي تاني يوم بقوة غير عادية، امتلك جسدي، امتلك كياني، امتلك روحي، ملا كياني، رعش في العظام، رعش اخترق عظامي. ما كنتش فاهماه في الأول، ولكن الرب اداني بالروح ان انا افهم. بعد ما راحت الرعشة دي استمرت، كانت رعشة قوية جدا ما اختبرتهاش قبل كده في حياتي لمدة 15 ل 20 دقيقة. ابتدت تهدى تدريجيا. لا ده الموضوع ده عايز حلقة بحالها. أنا عارفة إن وقت بس عشان وقت البرنامج، لكن اختبار قوي جدا، ويعني ما تتصوريش ده بيشجعنا هنا إحنا إزاي، وبيشجع جوني إن ربنا استخدمه. أجيال بتصنع تغيير في العالم. ربنا يباركك يا مريم، وشكرا على مشاركتك، وربنا يعمل بيكم عمل عجيب وفيكم عمل عجيب في المؤتمر أمين. الجديد. أمين أمين باسم يسوع. ميرسي خالص يا مريم. الحاجة التانية بقى ان مش انت بس عمال تاخد وبتتعزى وبتتبارك من الاي هاب وبتغير في الناس لما بتطلع التلفزيون وبتحكي، وانك بس بتعمل بركات في العالم المادي، لكن انت بتنقل ده كله لبلدك لأصلك. انت مش قاعد مكانك وبتقول بس انا اتغذى روحيا واتغذى ماديا واعمل واعمل، لكن انت اخدتها to a further step. قلت لا، ناسي في مصر ازاي الفكره ابتدت وازاي رحت وكنت بتغير العالم في مصر. ماما من اول ما جينا امريكا 15 سنه كان مهم قوي بالنسبه لها ان تخلينا نكمل ان احنا نصلي لمصر وان مصر تبقى على قلوبنا. يعني حتى في فترات مختلفه كان كل اصحابي امريكان ومجتمع امريكاني، ابتديت انسى، بس يعني على طول كانت تفكرنا صلوا لمصر. فلما ابتديت فانا عموما مصر بلد بصلي لها على طول، يعني دي بلدي.
فاللي حصل ان واي هاب مهتم جدا بمصر، واي هاب بيصلوا قوي لمصر، اي هاب من اكتر بلاد بيصلوا لها بتركيز مصر، يؤمنوا ان الرب عنده خطه رائعه لمصر. فانا بقالي فتره بصلي لمصر، واللي حصل ان بدايه السنه لما حصل مع داعش ان اخذ 21 مصري، شاب مصري في تونس ساعتها، وساعتها موضوع الشهداء مظبوط. فانا لما اتفرجت عليها دي فرقت معايا قوي، يعني انا حتى حسيت ان ايه ده انا كنت في مصر وكنت بدور على شغل، كان ممكن انا ابقى في مكانهم. فابتديت اصلي زي يا رب اعمل حاجه. فاللي حصل ان انا بعد كده قررت ان انا اعمل فيديو صغير، ان انا اطلب الناس، يعني انا كنت عامل حسابي ان اروح مصر واخد امريكان معايا، كنت عايز اخد امريكان عشان يتفرجوا ويبقى ليهم قلب لمصر ويصلوا لمصر. فلما ابتديت اصلي قلت ان انا اعمل فيديو صغير، يعني علشان احطه على الانترنت، ان لو اي حد عايز يساعد العائلات دي ان انا اروح مصر واخد معايا اي فلوس للخدمه. انا كنت بصراحه متخيل 10,000 ماكسيمم قوي، يعني كنت متخيل 2,000 3,000 يمكن 10,000 ونروح نساعد العائلات دي والعائلات تانية محتاجة في مصر. فاللي حصل وانا يعني عملت فيديو وحطيته واتشارك في كل حتة على الانترنت، والناس اصحابي كتير والناس كتير في الكنيسة واي هاب ابتدوا يشاركوه، وجمعت تقريبا 40,000 39,000. ونزلت بيها وخدمت بيها خدمة جبارة، ومعانا القسيس ناصر كتكوت وهيقول ازاي ربنا استخدمك في هذا العمل وغيرت مصر. وافتكروا اجيال تغير العالم، هو وباباه ومامته جيلين بيغيروا العالم. اهلا بيك قسيس ناصر. اهلا بيك يا اختي بيت. ازيك يا اختي بيت؟ بمست على جاني حبيبي. ازيك يا قسيس، عامل ايه؟ وحشنا حبيبي، كتر خيرك. انا صراحه مش سامع، مش عارف يعني، انا لسه نازل من الطياره وفي الطريق ومروح على البيت. فانا بس حابب حبيبي، انا بقول لاختي بيت، جاني وهارفي والمجموعه اللي كانت معاهم ديفيد ومجموعه البنات البركه والاخت ميري كانوا بركه لمصر. رحنا عملنا لقاء حلو قوي سميناه لمسه حب. يا ريت نعرض، والقسيس بيتكلم، يا ريت نعرض الصور. لمسه حب للكنيسه الرسوليه في عملنا في المنيا، وبعدين طلعنا من المنيا عملنا في النخيله، جمعنا كميه كبيره من الاسر مع مجموعه من الاسر اللي هم الاسر اللي ماتوا في ليبيا، اللي هم شهداء اللي هم اتقتلوا على ايدين داعش. وكان وقت كويس حقيقه. انا يعني بشكر رب لاجل جاني ولاجل هاربي والاخت مير والاخ سمير ان قلبهم على مصر. كمان جاني لاحظ حاجه كمان، الامن كتير حقيقه كان مهتم بينا جدا، راحوا معانا وكانوا مرافقين. فاكر يا جاني طبعا؟ طبعا ورانا ومهتمين وفرحانين قوي بالخدمه، وكانوا يعني بيقولوا الناس مصر بخير ومصر فيها امان ومصر بلد البركه. فكانت فرصه، هم قضوا معانا 10 ايام تقريبا، كانوا فرصه بركه. زرنا بعض البيوت في القاهره في مناطق جنوب الفرج، وزرنا بعض، يعني اعتقد ان هم باركوا فوق ال 160 170 اسره. هو انا اصحابي يعني اللي من امريكا كانوا حتى قلقانين قبل ما يجوا، يعني هل هيبقى امان وكده، لكن فعلا اشكر ربنا يعني كان في حمايه حلوه، مش عشان في اي حاجه خطر، بس عشان اهتموا بينا قوي. ويعني مصر لسه بخيرها، مصر بخيرها وهتفضل طول عمرها بخيرها. صح، فاحنا بنشكر رب. وانا بشجع جاني وبشجع هارب وبشجع المجموعه ديفيد وبشجع المجموعة اللي كانت معاه انهم يزوروا مصر تاني. واحنا انا قلت له يا جاني احنا عاوزين نعمل كل سنة حاجة اسمها لمسة حب. ما نعرفش ظروف الناس ايه، لكن هتبقى لمسة مستمرة ان شاء الرب الى ان يأتي الرب، وتبقى فرصة حلوة قوي ان احنا نبارك الناس، وهم كانوا بركة. ونشكر رب اختي فيت على حاجة تاني، الشباب بيجي مصر يفسح ويروح يشوف، ينزل بحار ويفسح ويروح شباب، لكن شباب يجي قلبهم على الخدمة حقيقة كانوا بركة. يعني بيتر ابني ما سابهمش العشر ايام، يمكن فاكر جاني، كانت خدمه بركه بيتر وكانت نورين وكنت انا معاهم، ما سيبناهمش لان حسنا بنتبارك. بالذات فاكر جاني لما دخلنا بيوت كتيره في روض الفرج وشفت ظروف الناس عامله ازاي، وقد ايه انتوا كنتوا سبب بركه لناس كتير. اعتقد شفت بنفسكم انتوا المجموعات دول، انت وهارفي مظبوط.
وانا عايز اشكرك يا اسيس على تعبك، يعني مش بس حمايه مصر في الطريق والكلام ده كله، لكن برضو يعني اشكرك علشان تعبك وخدمتك، واخدت وقت من عندك كتير يعني كمسؤول عن طائفه، يعني جيت معانا كل مشوار وخدمت معانا، فاشكر ربنا ليك. وميرسي يا ايفيت وخدمتك، يعني فعلا ساعدتينا في كل المواضيع عشان نقدر نحول الفلوس وكل الكلام ده كله، فميرسي على كل تعبك. ويعني انتوا الاثنين انا بس عايز اشكركم على تعبتوا بزياده قوي من غير اي حاجه، خدمتوا جدا، فشكرا ليكم. يعني هو الرب وانت يعني علامه في ارض مصر يا قسيس، وبنشكر ربنا عليك، وبنشكر ربنا على انت بتغير التاريخ، اجيال بتغير العالم، انت من الاجيال دي اللي بتغير العالم يا قسيس، بضحكتك، ببساطتك، بعملك اللي انت مش مبطل شغل، انت زي النحله حتى في ظروفك الصحيه الصعبه، لكن بتغير العالم حواليك. نشكر ربنا عليك. كمان اتفضل اختي فيتا اقول لك حاجه، اختم معاك بحاجه. اتفضل. لما قعدت ادور عن اسر حتى بعد ما مشوا كانوا مكلفين وهم صراحه ببعض الاسر، فاكر جوني بناس تاني، ان امبارح حوالي فوق ال 180 اسره نباركها بركه كبيره، دي حاجه محترمه جدا جدا، وحاجه اثرت في نفوس الناس في مختلف، بص في القاهره وفي اسيوط وفي المنيا وفي النخيله وفي نواحي كتير جدا. وعملنا لقاء روحي كان باسم الكنيسه الرسوليه وباسم مجموعه شركاء الخدمه. لكن عاوز اقول لك حاجه يا بت على حكايه صحتي، خبر هيفرحك قوي اذا بعد هاخد منك دقيقه كمان. اتفضل، ده احسن خبر. فاكر الاخ بتاع الرؤيه اللي قال لي ان انا شفت لك، انا مسجل فيديو معاك. الجماعه الصينيين لما رحنا صلينا لك في البيت لما كنا هناك. ايوه ال 25 واحد او ال 28، لما قال لي انا شايف رؤيه ان الرب خد الكبد بتاعك وراح السماء وجاب لك كبد جديد. انا لسه راجع من فرنسا في الطريق وحصل حاجه غريبه، فانا في فرنسا عملت تحاليل، خدت السوفالتي بتاع مصر ساعه ما انتوا كنتوا هنا، والرب استخدم هذا العلاج والصلوات والعلاج، الفيروس بيجي نيجاتيف. المشكله بقى الغريبه مش في النيجاتيف، الدكتور في فرنسا قال لي اللي انا مندهش له ان النيجاتيف ماشي خلاص العلاج عمل كده، بس كل العلم بيقول ان التليف بيقف، كان 82% بيقف ما بينتشرش في الجسم. هو فوجئ الدكتور واستغرب وقال لي انت حصل معاك معجزه، ده نزل عندك التليف الى 49% من 82. قال له دي ما بتحصلش للامانه يعني. فانا قلت الدكتور مش فاهم، رحت للدكتور ثاني وانا في فرنسا، قال الغريبة إن التليف أنا أعرف إن بيقف وما ينتشرش، لكن ينزل من 82 ل 49 دي معجزة من عند ربنا. ده الرؤية اللي إداها لك القسيس جاري اللي شافها لك، ربنا أخذ الكبد القديم وإداها لك كبد جديد. ألف مبروك علينا رجوعك بصحة تامة وبكبد جديد. نشكرك يا قسيس، وأشكر ربنا على اللي بيعمله في حياتك واستخدامه ليك، وشكرا لأنك دايما فتح أبوابك في كل مكان بنروح. جون يروح بالجروب بتاعه، أنا أروح بالجروب بتاعي، ومجموعات تانية بتروح وبتلاقي حب وبتلاقي مجال للخدمة. ربنا يباركك، ألف شكر. أنا مش عارفة يعني أقول لك، أنا عارفة وقت البرنامج قدامنا بس 10 دقايق علشان نكمل أهم حتة في البرنامج، لكن أنا مش عايزة أنسى حاجة. النهاردة الله بيفتح الكارما علشان تكون ويندو للعالم، تبين ايه اللي بيحصل في العالم. كل واحد قاعد في بلده وفي بيته، لكن النهارده الكارما بتوصل لكام بلد، والله بيوري ايه اللي بيعمله من في العالم من خلال الكارما. ربنا يبارك الكارما، وهي من المؤثرات على العالم، الميديا من المؤثرات القويه على العالم. نشكر ربنا على قناه بتحب الرب، بتحب شعب الرب، بتأيد الخدمات بكل انواعها، عشان كده الرب هيبارك وبيبارك. مظبوط. السر بقى ان باباك ومامتك ربوك بالطريقه دي. طب انت جيت صغير وحسيت ايه ده بابا وماما بيربوني بطريقه، وانا هنا هون في مجتمع جديد خالص، حسيت انك فاقد نفسك؟ اه طبعا، يعني من اكتر حاجات كانت صعبه سن 15 سنه ان انا نيجي مجتمع مختلف جدا. ساعات كتيره كانت العمليه تلخبط، يعني التفكير هنا مختلف، وايه الصح وايه الغلط، وامشي ورا التراديشن اللي احنا متعودين عليه ولا امشي ورا المجتمع اللي المجتمع بيقوله. فاهم حاجه اتعلمتها ان احنا ما بنمشيش ورا تراديشن ولا اتيكيت ولا الكلام ده كله، ان احنا بنمشي ورا كلمه الرب. فدي الميزه اللي شجعتني من سن صغير ان انا اشوف الكتاب بيقول ايه، الكتاب المقدس بيقول ايه، واقارن، وساعتها اقرر ازاي هاخد قرارات. وده
أهم شيء ده عايز حلقة تانية. أنا عارفة الوقت جري بسرعة، لكن يا جوني أنت اتربيت صح، باباك ومامتك عملوا كتير عشان يحطوك أنت وهارفي في المكان اللي أنت فيه النهاردة. بابا وماما كانوا بيقودوك، أنت شفت مثل لأب وأم، كنت بتتخانق معهم؟ أكيد كنت، بس فعلا يعني ماما بابا كمان يعني أنا بقدرهم وبقدر أهالي كتيرة دلوقتي، علشان مش بس في مشكلة إن هو كان مجتمع مختلف، لكن دلوقتي بسبب الإنترنت حتى الأهالي اللي في مصر بيبقى فيه برضو جاب، مش بس مجتمع، جاب غير المجتمع، فيه جاب اللي هو جنريشن، إن ده جيل وده جيل، والإنترنت والتكنولوجيا والتفكير قلب الدنيا. فأنا بقدر الأهالي إن بيبقى فيه تفكير مختلف، وبشجع الأهالي إن يبقوا على طول، يعني لو حاجة لو في نصيحة من 7 سنين في بيت الصلاة، قوة وأهمية الصلاة، إن صلوا وشوفوا ربنا بيقول لكم إيه وإزاي تربوا عيالكم، ما تبقوش تحاولوا تتمسكوا بتقاليد معينة أو تحاولوا تبقوا جامدين علشان تحموا عيالكم، بس لازم يبقى فيه صلاة ولازم يبقى فيه حوار مع ربنا ومع عيالكم علشان ما يبعدوش عنكم، وعلشان في نفس الوقت يبقى عندكم يعني wisdom، ويبقى عندكم حكمة إن إزاي تربوا العيال في جيل مختلف جدا في وقت مختلف جدا عن 30-40 سنة قبل كده. ألف شكر على الوقت الجميل ده، أنا عارفة الوقت بيجري، الوقت الحلو بيجري يا جاني، نعمل إيه؟ شكرا على الوقت ده وعلى الخبرة الجميلة، وشكرا لبابا وماما، جيل ربى جيل يغير العالم. أقابلكم هنطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية ونشوف 3 أجيال بتغير في العالم. الحل دايما في إيديك لو أنت مؤمن حقيقي، مصدق في الإرسالية العظمى، وعارف إن عليك دور. صدق وشارك، اتصل دلوقتي وارسل رسالة المسيح للمحتاجين للخلاص. التوطين، أن يكون الإسلام وحركته جزءا من الوطن الذي يحيا فيه. التأسيس، أن يتحول الإسلام إلى مؤسسات ثابتة الأركان تقوم عليها قواعد الحضارة والبناء والشهود. الاستقرار، أن يكون الإسلام مستقرا في الأرض التي يتحرك عليها أهله. التمكين، أن يكون الإسلام متمكنا من نفوس وعقول وحياة أهل البلد التي يتحرك فيه. التأصيل، أن يكون الإسلام أصيلاً وليس طارئاً، أي متأصلاً متجذراً في تربة البقعة التي يتحرك عليها وليس نبتاً غريباً عنها. الكلمات دي اتكتبت في مذكرة بعنوان المذكرة التفسيرية بتاريخ مايو 1991، وهي مخطط لانتشار الإسلام والسيطرة على أمريكا في المستقبل لتحقيق أغراض الجماعات الإسلامية الإرهابية في العالم. بالفعل نجحوا في نشر الإسلام في المجتمع الأمريكي، وقدروا يأثروا على بعض الولايات زي ميتشيغان وتكساس. لو صوتنا معليش دلوقتي ممكن ما يطلعش تاني. عليك دور. دي سوريا قبل الإرهاب، ودي برضو سوريا بعد الإرهاب. مشهد ضلمة كئيب مخيف بسبب القتل والعنف والإرهاب، بس لسه في أمل ورجاء في المسيح. تعالوا نتحد مع بعض، لأنه في اتحادنا قوتنا. تعالوا نقدم حب بدل الكراهية، نقدم غفران بدل الانتقام. تعالوا النهاردة نقدم يسوع للناس. عليك دور، صدق وشارك.
السمير الصالح أخذ قرار لتغيير التاريخ ولتغيير طريقة التفكير. ناس قليلين غيروا في التاريخ من جنسيات وأشكال وثقافات مختلفة. عليك دور، خد قرار للتغيير. بالشارك بيه بيوصل رسالة المسيح لألف شخص خلال شهر. عليك دور. المسيح مثل للعطاء، أعطى نورا للأعمى. إبراء للأبرص. حياة للميت. للحزانة. شبع للجموع. وبموته أعطانا حياة. فكما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانا. مش ممكن نرجع بالزمن، لكن ممكن نغير النتائج. ممكن نزرع من جديد، نزرع حب بدل كره، نزرع حياة بدل قتل، نزرع تسامح بدل انتقام. ازرع حب هتحصد سلام.